يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة. والله يشهد أهل البيت يقولون انتبذت من أهلها مكانا قصيا، المكان القصي من بيت المقدس هو أرض كربلاء، فوصلت إلى مصرع الحسين هناك ووجدت النخل اليابسة وناداها عيسى، فناداها من تحتها. لما وصلت إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا.